اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 3 في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. النهارده ان شاء الله هناخد ليسون 30 اللي بعنوان ذا ريليشن بتوين المالتيبليكيشن اند الديفيجن. الدرس بتاعنا النهارده درس سهل، لو انتوا حفظتوا المالتيبليكيشن تيبلز كويس اللي هي جداول التكرارات لحد تيبل 8 هتلاقوا ان الديفيجن بقى سهل جدا، لان المالتيبليكيشن تيبل بتساعدني برضو في عمليه الايه الديفيجن. تعالوا مع بعضينا كده نبص على الليسون ونشوف هنتكلم عن ايه. اول حاجه عايزين نتعرف عليها يا اولاد حاجه اسمها الديفيجن سيمبل. ايه الرمز اللي انا هستعمله للديفيجن؟ احنا عرفنا الرمز بتاع الصم اللي هو البلس، وعرفنا الماينس السبتراكشن، وخدنا من شويه المالتيبليكيشن عامله كده. طيب الديفيجن بقى بكتبها ازاي لما احب اقول انا عايز اعمل ديفيجن؟ ايه السيمبل بتاعي؟ السيمبل بتاعي اهو، بنعمل كده بالظبط، بنعمل شرطة نحط فيها نقطة وتحتيها نقطة. لما اشوف انا السيمبل ده اعرف على طول ان انا هعمل عملية ديفيجن. طيب لو انا عندي مثلا 12 سويتس، عندي بونبونية، عندي كم واحدة منهم؟ عندي 12. زي ما خدنا الدرس اللي فات وعرفنا ازاي بنقسم، لو انا عايز اقسمهم ل 3 جروبز بنعمل ايه؟ لازم اقسمهم بالترتيب، بناخد واحدة هنا وواحدة هنا وواحدة هنا، ونبتدي نوزع في ال 12 among 3 groups ما بين التلات جروبات وبعضها، بحيث ان في الاخر اوزع كل ال 12 وكل جروب يبقى فيه قد التاني. لما نيجي نوزع ال 12 على ال 3 groups كل جروب ياخد كام؟ كل جروب ياخد 4. طب لو احنا عايزين نكتب حاجه اسمها الديفيجن سنتنس، يعني ايه الديفيجن سنتنس؟ كل الكلام اللي انا بتكلمه معاكم ده عايزين نكتبه كده بالنمبرز، اللي هو ايه الكلام اللي انا قلته؟ اللي هو ده 12 divided by 3 equals 4. يعني لما هنوزع ال 12 على 3 groups يديني ايه؟ يديني 4. 4 ده اللي هو هيبقى جوه الجروب. طيب نكتب الكلام ده ازاي؟ نكتبه كده 12 divided 3 equal 4. تمام؟ هقولها تاني، بنقولها ازاي؟ بنقول كده 12 دي الحاجة اللي أنا عايز أقسمها، ودي علامة الديفيجن، يعني عايزين نقسم 3 دي الجروبز اللي هقسم عليها، الفور دي اللي هو الناتج اللي هيطلع في كل ايه؟ في كل جروب. طيب ناخد كده تشيك بسيط. هنا بيقول لي write the division sentence then solve it. The first one is done for you. هو مديني أول واحدة كده كإكزامبل بيقول لي أعمل إيه؟ 16 divided by 2. يعني عندي 16 ايتم عايز اقسمهم على 2 جروبز، كل جروب ياخد قد ايه؟ اللي حافظين التيبل، التيبل هيساعدنا كتير. 16 لما اجي اقسمها باي 2 يديني ال 8. طيب نيجي هنا 20 divided by 5، نكتبها ازاي كديفيجن سنتنس؟ نكتبها كده، نحط علامه الديفيجن هنا كده ديفيجن سيمبل، وكده ايه؟ وكده الايكوال. هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي 20، يبقى نحط هنا ال 20، ادي ال 20. ديفايدد باي كام؟ ديفايدد باي ال 5. يديني كام؟ لو انا عندي 20 هقسمهم باي 5 جروبز، كل جروب ياخد كام؟ لو احنا كده مثلا 5 ستودنتس ومعايا 20 سويتس وعايز اقسمهم على ال 5، كل واحد هياخد كام؟ هنلاقي ان كل واحد هياخد 4 سويتس. طيب نيجي نشوف اللي بعديها 24 divided by 3. عايزين نقسم ال 24 sweets by 3 على 3 groups، كل جروب هياخد كام؟ نكتبها ازاي بالديفيجن سنتنس؟ الاول نعمل الديفيجن سيمبل وهنا علامة الايكوال، وبعد كده نقول 24. هو بيقول لي ال 24 دي هنقسمها على ايه؟ على 3، يبقى divided 3. هيديني كام لما نيجي نقسمها؟ هيديني 8. يلا اللي بعد كده 10 divided by 2، نحط هنا ال 10 ونعمل كده divided وهنا علامة الايكوال ونحط هنا ال 2. لما نيجي نشوف بقى 10 divided 2، عندي 10 items عايز اقسمهم على 2، كل واحد ياخد كام؟ كل واحد ياخد 5. يلا اللي بعد كده 28 divided by 4، كل جروب يبقى فيه قد ايه؟ كل جروب يبقى فيه 7. نيجي هنا ال 50
ادي الديفيجن سيمبل ونعمل هنا كده ايه ايكوال. هو بيقول لي ديفايدد باي 10 يبقى نحط هنا 10. يبقى انا عندي 50 ايتمز هنقسمهم، السيمبل ده يعني هنقسمهم على 10 جروبز، كل جروب يبقى فيه قد ايه؟ كل جروب هيبقى فيه 5. يلا نشوف another practice. بيقول لي ايه؟ بيقول لي solve. solve يعني طلع الحل. 8 divided 2 يعني 8 items عايزين نعمل لهم تقسيم over 2. السيمبل ده زي ما احنا قلنا ده يعني عايزين نفصل ال 8 دول، نفصلهم في 2 groups او نقسمهم على 2 groups. لو جينا كده نرسمها ونعمل 2 groups ونقسم فيهم ال 8 هنلاقي ان كل جروب هيبقى فيه 4. وناخد بالنا يا اولاد في عملية الديفيجن اللي بيطلع ده الناتج ليه اسم، اسمه ايه؟ اسمه الكوشنت. لازم نحفظ اسمه كويس جدا. ممكن اقول لك find the quotient، هات لي الكوشنت. اول ما تسمع كلمة هات لي الكوشنت يبقى انت هتعمل عملية ديفيجن. يبقى هنا الكوشنت كام؟ هنا الكوشنت is 4. طيب اللي بعد كده 12 divided 6 نحلها ازاي؟ نرسم 6 groups ونقسم عليهم ال 12، نحط 1 item هنا و 1 item هنا و 1 item هنا، نقعد نوزع كده في الايه في ال 12 over ال 6 groups. وبعد ما نخلص نرجع نوزع تاني هنلاقي كل جروب من ال 6 دول خد كام؟ كل جروب بقى فيه 2. يبقى انا عندي الكوشنت بتاع ال 12 divided 6 is a is 2. يلا هنا 15 divided 3 يعني عندي 15 سويتس مثلا عايز اقسمهم على 3 جروبز. نعمل ايه؟ ممكن نعمل 3 جروبز كده ونبتدي نقسم فيهم ال 15. نقسمهم ازاي؟ زي ما عملنا الليسون اللي فات، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. كده يبقى انا قسمت ال 15 سويتس باي 3 جروبس. طيب الناتج يبقى ايه؟ يبقى انا بسأل كل جروب خد كام؟ نعد كده 1 2 3 4 5 يبقى خد 5. طب يلا هنا لو انا عايز اقسم 16 ديفايدد 4 نعمل ايه؟ نعمل 4 جروبس، ادي 1 2 3 اند 4. يلا نقسم ال 16 كده بالعدل. نقسمها ازاي بالعدل؟ نحط في كل جروب واحده لحد ما يخلصوا، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. نيجي نبص بقى في الجروب الواحد في كام ايتم؟ 1 2 3 4 يبقى يديني 4. يبقى الكوشنت او الناتج بتاع ان انا اقسم 16 سويتس او 16 ايتم او 16 حاجه معايا ل 4 جروبز يطلع ايه؟ يطلع 4. تمام؟ يلا نقسم 40 ديفايدد 5 نقسمها ازاي؟ طبعا احنا بعد شويه هنعرف طريقه ثانيه تسهل علينا الكلام ده، طريقه الملتيبيكيشن تيبل. لكن احنا دلوقتي لما نحب نعمل تقسيم بالرسم بنقسمها ازاي؟ نعمل 5 جروبز كده اهم 1 2 3 4 5 دول ال 5 جروبز. عايزين نقسم 40 نقعد نعمل كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. كده يبقى انا قسمت قد ايه؟ قسمت 20. فاضل لي كمان حبه لازم اقسمهم لحد ما اوصل لل 40. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. كده عملت ايه؟ ال 40 وزعتهم، قسمت ال 40 على كام؟ على 5 جروبز. طب يطلع ايه؟ نعد بقى هنا هنلاقي ان اللي جوه دول 8. طب وال 8 ده بنسميه ايه؟ ما ننساش بنسميه الكوشنت، ولازم نعرف نكتبها ازاي. تمام؟ يبقى الكوشنت هو الناتج بتاع التقسيم. يلا 20 divided 2 نعمل ايه؟ هسيبها لكم انتوا بقى تعملوها. تعملوا جروب كده وتعملوا جروب كده وتبتدوا بقى توزعوا ال 20 1 2 3 4 5 6 لحد ما تخلصوا ال 20. هنلاقي ان كل جروب فيه كام؟ فيه 10. يلا اللي بعد كده 40 divided 10 هنعملها ازاي؟ تعملوا كده 10 جروبز
لحد ما تعملوا 10 جروبز، وبعد كده توزعوا الفورتي عليهم، تقولوا 1 2 3 4 5 6 لحد 10، وترجعوا توزعوا انذر 10 وانذر 10 لحد ما نخلص الفورتي. نبص في كل واحده من دول هنلاقي في كل واحده في كام؟ في 4 سويتس. طب يلا هان 21 ديفايدد 7 نعملها ازاي؟ نعمل 7 جروبز ونقسم فيهم ال 21 سويتس، هنلاقي ان كل جروب في كام؟ في 3. وما ننساش ال 3 دي اسمها الكوشنت، ودي كلها اسمها ديفيجن سنتنس. طيب يلا هنا 24 ديفايدد 4 نعمل ايه؟ نعمل 4 جروبز 1 2 3 اند 4. واعمل ايه في ال 24؟ ابتدي اوزعها، اقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. يبقى انا كده ال 24 قسمتهم او وزعتهم على 4 جروبز. دي الطريقه اللي بنقدر نعمل بيها ديفيجن او نقدر نعمل بيها تقسيم، الطريقه العاديه البسيطه من غير التيبل خالص. نعد بقى كل واحده نلاقي فيها كام؟ نلاقي فيها 6 بيسز. اوكي، يبقى الناتج عندي ال 6. طيب نيجي بعد كده نشوف انذر اكسرسايز بيقول لي جوين ذا ايكوال انسرز، يعني الانسرز اللي زي بعض نوصلها. نعمل ايه؟ كل سنتنس من دي نطلع الحل بتاعها. 18 ديفايدد 3 نعمل ايه؟ نعمل 3 جروبز كده، ادي 1 2 3. يلا نوزع ال 18، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. لما نيجي نبص هنا نلاقي عندي كام؟ هنلاقي عندي الانسر ال 6، في عندي 6 يبقى ده يديني 6. طب يلا 16 ديفايدد 2 لما نيجي نعملها هيديني ال 8. انتوا بقى اعملوها، اعملوا 2 جروبز وقسموا ال 16. يلا 8 ديفايدد 4 اعملوا 4 جروبز وقسموا فيها ال 8، هنلاقي ان كل جروب فيه كام؟ فيه 2. طيب نيجي هنا بيقول لي 5 بلس 5 دي سهله قوي، دي 10. يلا اللي بعد كده 1 تايمز 4 يعني ال 4 متكرره مره واحده، 1 تايمز يدينا كام؟ يدينا 4. احنا قلنا 1 تايمز اي نمبر يديني نفس النمبر لان انا كررته مره واحده. طب يلا نيجي نشوف الناحيه الثانيه. هنا بيقول لي ايه؟ 10 ديفايدد 5 نعملها ازاي؟ ترسموا 5 جروبز وتقسموا فيهم ال 10 سويتس دول، هنلاقي ان كل جروب فيه كام؟ فيه 2. هنا يديني 2. يلا 2 تايمز 3 يعني ايه كلمه 2 تايمز؟ يعني مرتين، يعني ال 3 هتتكرر 2 تايمز، يديني كام؟ يديني 6. هنا 4 ديفايدد 1 يعني ايه 4 ديفايدد 1؟ يعني جروب واحد بس وهقسم فيه الفور. طب ما هو الجروب هياخد الفور كلهم، يبقى الفور لما اجي اقسمها على 1 جروب الجروب ده هياخد كل الفور، يبقى يديني ايه؟ يديني 4. يلا اللي بعد كده 4 بلس 4 سهله، يديني 8. 20 ديفايدد 2 اعملوا 2 جروبز وقسموا فيهم ال 20 يديني كام؟ يديني 10. يلا نوصل، انا شايف 10 هنا و10 هنا يتوصلوا مع بعض، وشايف 4 هنا وفور هنا نوصلهم مع بعض، وشايف 8 هنا و8 هنا نوصلهم برضو مع بعض، و2 اهي و2 اهي نوصلهم مع بعض، وعندي 6 و6 نوصلهم برضو مع بعض. اكسرسايز جميل قوي وسهل. تعالوا مع بعضين يا اولاد نشوف اهم حته في الليسون اللي هي العلاقه ما بين المالتيبليكيشن والديفيجن. احنا شفنا من شويه ان انا لو عايز اعمل ديفيجن هضطر اعملها بالدروينج، هبتدي ارسم كده الجروبز وابتدي اقسم فيها الايه؟ اقسم فيها الايتمز اللي عندي او الحاجات اللي عندي. طب ما فيش طريقه تانية سهله؟ ما فيش طريقه تانية ممكن لو حفظت مثلا حاجه تسهل لي الديفيجن؟ اه في طريقه مهمه قوي. ايه هي؟ ان انا ممكن اعتمد على المالتيبليكيشن تيبل او جداول التكرارات اللي هي زي ايه؟ نبص كده ونشوف. مش احنا خدنا وعارفين ان 3 تايمز ال 4 ايكوال 12؟ يعني ايه 3 تايمز ال 4؟ يعني ال 4 هنكررها 3 مرات. كنا بنرسمها ازاي 3 تايمز ال 4؟ بنرسمها كده، ادي ال 4 متكررين كم مره؟ 3 مرات. وممكن برضه اقول عليها ال 4 تايمز ال 3، يعني ال 3 كررتها 4 مرات.
يعني هنا هيديني 12 وهنا هيديني ايه 12، يعني 3 تايمز ال 4 ايكوال 12 و4 تايمز ال 3 ايكوال 12، يعني مفيش فرق خالص يا مستر. لا في فرق، في فرق في المعنى. 3 تايمز ال 4 يعني ال 4 كررناها 3 مرات، يعني انت عندك مثلا 3 شنط كل شنطه فيها 4 زي ما انت شايف كده. لكن لما اقول لك 4 تايمز 3 تفهم ايه على طول؟ ان انت عندك 4 شنط وكل شنطه فيها 3. طب ده هيفيدني يا مستر في الديفيجن؟ اه، لان احنا ممكن نعكس المنظر ده. ممكن اقول ان ال 12 ديفايدد 3 يديني ال 4. هو احنا مش قلنا 12 ديفايدد 3 نعملها ازاي؟ كنا بنرسم 3 جروبز ونقعد نقسم عليها ال 12، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. الله، ده بيدينا برضو ال 4 اللي هو زي مين؟ زي الملتيبليكيشن سنتنس. يبقى في علاقه يا اولاد ما بين الملتيبليكيشن والديفيجن. الديفيجن اكنها عكس الملتيبليكيشن بالظبط. يعني لو قلت لك 3 تايمز ال 4 ايكوال 12 تفهم انت على طول ايه؟ ان ال 12 ديفايدد 3 يديني ال 4، ولو قلت 12 ديفايدد 4 يديني برضو 3. تمام؟ يا رب تكونوا فهمتوها كويس. اللي ما يفهمش الحته دي يرجع يعيدها تاني. يبقى انا كل الملتيبليكيشن تيبل بتاعي اقدر استفيد منه في الديفيجن. الناتج لو رجعت قسمته على الفاكتورز بتوعه يديني الفاكتور التاني اللي هو هيبقى الكوشنت ساعتها. تعالوا مع بعض نشوف بعض الاكسرسايزز. بيقول لي هنا ايه؟ درو اند رايت ذا فاكت فاميلي اوف ذيس نمبرز. فاكت فاميلي يعني العلاقه ما بين ال2 وال5 وال5 وال2 في الجروبز. يعني لما التو جروبز فيهم 5 بالظبط زي ال5 جروبز فيهم 2. طيب احنا عايزين نعمل تو جروبز اوف 5، يبقى دي جروب وادي انذر جروب. هو بيقول لي اوف كام؟ اوف 5 تشيك ماركس، بنعمل هنا 5 1 2 3 4 اند 5، وهنا 1 2 3 4 اند 5. طب وهنا نعمل ايه؟ 5 جروبز اوف 2. 5 جروبز ادي 1 2 3 4 اند 5. فين ال 2 بقى؟ ادي 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. نلاحظ ايه؟ هنا في 10 وهنا في برضه 10. يعني ايه الكلام ده؟ لما نيجي نعمل ده بالمالتيبليكيشن بقى نقول 2 تايمز ال 5 يديني 10، وهي هي لو قلنا 5 تايمز ال 2 يديني 10 زي ما خدنا الدروس اللي قبل كده. لو بدلنا الفاكتورز مكان بعض الناتج بيبقى واحد. طب ركزوا معايا بقى، عايزين نكتب ديفيجن سنتنس. نكتبها ازاي؟ نقول كده ال 10 لو عملنا لها ديفايدد 2 تو جروبز الكوشنت يطلع ايه؟ يطلع 5. ايه ده يا مستر ده زي ده بالظبط؟ اه. ولو جينا ال 10 عملنا لها ديفايدد ال 5 يدينا ايه؟ يدينا 2 ايتمز. خلاص؟ يبقى انا لو عرفت اي ملتيبليكيشن سنتنس، يعني مثلا 2 تايمز ال 6 ايكوال 12، اقدر اعرف ايه؟ اقدر اعرف حاجتين. اقدر اعرف ان ال 12 ديفايدد ال 6 ايكوال 2، وان ال 12 ديفايدد ال 2 ايكوال كام؟ ايكوال 6. يعني دي لما ارجع اقسمها على 6 هيديني 2، ولو رجعت قسمتها على 2 هيديني الايه؟ هيديني ال 6. الحته دي مهمه عشان تعرفوا ان الملتيبليكيشن تيبل مهم قوي. اللي عايز يبقى شاطر في الماثيماتكس ويبقى قوي كل اللي يعمله يقعد يذاكر في التيبلز كتير. نيجي نشوف another practice. بيقول لي write the fact family. fact family اللي هي العلاقة ما بين المالتبليكيشن والديفيجن for each set of numbers. the first one is done for you. هو هنا أول حاجة عندي بيقول لي إن 3 times 5 equal 15. دي multiplication sentence.
افهم منها ايه؟ افهم منها حاجات كتير قوي. افهم منها ان لو كررت الفايف 3 تايمز يديني ال 15، والعكس لو كررت الثري 5 تايمز يديني ال 15. وافهم ايه كمان؟ ان ال 15 لو جيت قسمتها among 3 groups يديني 5، ولو ال 15 قسمتها على 5 groups يديني ايه؟ يديني 3. طب نكتب الكلام ده ازاي في الترينجل الجميل ده؟ نكتب كده، بنحط الفاكتور الاولاني تحت اهو زي ما احنا حاطين كده، ونحط الفاكتور الثاني تحت برضو. الاثنين دول لما اجي اعمل لهم مالتيبليكيشن يديني كام؟ يديني ال 15 اللي فوق دي. طيب لو جينا عملنا ديفيجن نقول ايه؟ نقول كده 15 لو جيت عملت لها ديفيجن اوفر 3 يديني ال 5 اللي في الناحيه الثانيه، يديني الفاكتور الثاني. ولو جيت ال 15 دي قسمتها على ال 5 ده على الفاكتور ده يديني الفاكتور الثاني. يبقى البرودكت لما باجي اقسمه على فاكتور بيديني الفاكتور الثاني اللي ساعده عشان يوصل للبرودكت ده. طب يلا نتدرب هنا. احنا شايفين العلاقه بتاعتنا ان ال 14 as a product بيجي منين؟ بيجي من الفاكتور 2 والفاكتور 7. يعني يا مستر لو عملنا 2 تايمز 7 يديني ال 14؟ اه 2 تايمز 7 يديني ال 14. ولو جيت بدلت مكان الفاكتورز وبعضيهم وقلت 7 تايمز 2 يديني برضه ال 14. طيب عايزين نعمل ديفيجن سنتنس، لو خدنا ال 14 دي كده وعملنا لها ديفايدد الفاكتور ده يديني الفاكتور الثاني، ولو خدنا ال 14 ديفايدد الفاكتور ده يديني الفاكتور الثاني. يبقى الترينجل ده جميل جدا بيسهل عليا الديفيجن. طب يلا هنا نشوف العلاقه ما بين ال 3 وال 9 وال 27 على طول نفهم ايه؟ ان انا لو عملنا لل 3 تايمز ال 9 يديني على طول ال 27. طب لو حبينا نقسم ال 27 اوفر ال 3 جروبز هيديني كام؟ يديني 9. ولو جينا قسمنا ال 27 اوفر ال 9 يديني كام؟ يديني 3. يبقى احنا لو حفظنا التيبل سهله قوي اعمل ديفيجن. يبقى انا عندي هنا ال 3 تايمز ال 9 يديني 27، والعكس برضو ال 9 تايمز ال 3 يديني 27 زي ما شرحنا في درس المالتيبليكيشن يا اولاد. لو كررنا ال 9 ثلاث مرات بالظبط زي ما هكرر ال 3 تسع مرات. طيب يلا نعمل ديفيجن. ال 27 نقسمها على ال 3 يديني 9، ولو جينا ال 27 قسمناها على ال 9 يديني 3. يلا هنا المجموعه دي من النمبرز بنسميها ايه؟ بنسميها فاميلي. فاميلي يعني عائله. ال 4 وال 6 وال 24 بيعملوا عيله. ايه العائله بتاعتهم؟ ان الفاكتورز الصغيرين دول لو عملنا لهم مالتيبليكيشن يدوني النمبر الكبير اللي هو البرودكت. نكتبها ازاي؟ نكتب كده 4 تايمز ال 6 ايكوال 24، وال 6 تايمز ال 4 ايكوال 24. بالمنظر ده ال 24 بنسميه البرودكت زي ما خدنا الدروس اللي فاتت. يبقى ال 3 نمبرز دول بيعملوا عيله. طب لو خدنا ال 24 في الاول اللي انا هقسمه بقى، لو هقسمه اوفر ال 4 يديني 6. هنا ال 6 يبقى اسمها ايه؟ اسمها كوشنت. في الديفيجن سنتنس اسمها كوشنت. ولو قلنا ال 24 ديفايدد ال 6 دي يديني ال 4 الناحيه الثانيه. طب ال 6 هنا اسمها ايه؟ هنا اسمها فاكتور. يبقى المالتيبليكيشن سنتنس فاكتور تايمز فاكتور يديني البرودكت. الديفيجن سنتنس بعد كده هتعرفوا يا اولاد ان ده اسمه ديفيدنت وده اسمه ديفايزر. يديني ايه؟ يديني الكوشنت. طيب يلا نكتب العلاقه ما بين الفاميليز دي وبعضها. يعني ايه كلمه فاميلي؟ يعني في علاقه ما بينهم. يعني ال4 وال9 وال36 في ما بينهم علاقه. ايه هي العلاقه دي؟ ان ال4 تايمز ال9 يديني 36. يعني ممكن اقول برضو 9 تايمز ال4 يديني برضو 36. طب لو هنعمل بقى ديفيجن سنتنس نجيب ده مره ديفايدد ده يديني ده، نقول كده 36 ديفايدد ال4
يديني 9، وممكن اقول 36 divided in 9 يديني ايه؟ يديني ال 4. ضروري جدا يا اولاد نحفظ المالتيبليكيشن تيبل. انا بقولها كتير عشان السنه دي احنا لسه في الاول ما خدناش حاجات كتير، لو اهتميتوا بالتيبل هتبقوا شاطرين قوي قوي في الماس. يلا هنا بقى بيقول لي 40 divided 5 يديني 8. طب ما انا ممكن اقول برضو 40 divided 8 يديني 5، ان انا خلاص عرفت ده فاكتور وده فاكتور والاثنين بيدوني البرودكت ده. لو ده ديفايدد ده يديني ده، ولو ده ديفايدد ده يديني التاني. طب عايزين نكتبها بالمالتيبليكيشن، نكتبها ازاي؟ نكتب التو فاكتورز في الاول وبينهم علامه المالتيبليكيشن، يديني هنا 40، وممكن اقول ال 8 تايمز ال 5 يديني برضو ايه؟ يديني برضو ال 40. يلا هنا 6 تايمز 3 ايكوال 18، دي معناها ان في علاقه ما بين ال 6 وال 3 وال 18، دول كده اسمهم فاميلي، عيله، عيله يعني في بينهم علاقه. العلاقه بتقول ايه؟ ان انا لو كررت ال 3 6 تايمز 6 مرات يديني ال 18، ولو كررت ال 6 3 تايمز يعني 3 تايمز ال 6 يديني ايه؟ برضه ال 18. ولو قسمت ال 18 باي ال 3 يديني 6، ولو قسمت ال 18 باي ال 6 يديني كام؟ يديني 3. يلا هنا 2 تايمز ال 8 ايكوال 16، يبقى معنى كده ان ال 8 برضو تايمز ال 2 ايكوال 16. نيجي نعمل ديفيجن، لو قسمنا ال 16 باي 2 يديني 8، ولو قسمنا ال 16 among 8 جروبز كل جروب ياخد 2. يلا اللي بعد كده، هنا 13 divided 1 equal 13، ممكن اقول 13 divided 13 يديني 1، لان ده وده فاكتورز. وممكن اقول ان ال 1 times 13 equal كام؟ equal 13، و 13 times ال 1 equal كام؟ equal 13. يبقى زي ما انتم شايفين المالتيبليكيشن التو سنتنس زي بعض بيدوني نفس الناتج، 5 تايمز ال 8 40، و 8 تايمز ال 5 40، وهنا 4 تايمز ال 9 36، و 9 تايمز ال 4 36. دايما المالتيبليكيشن سنتنس بتطلع نفس الناتج لو غيرنا الفاكتورز، لكن في الديفيجن لما اغير الفاكتور يديني الفاكتور الثاني. يعني هنا ال 40 ديفايدد 5 يديني ال 8، وهنا ديفايدد 8 يديني ال 5. تمام؟ يلا نعمل اخر واحد، هنا 14 ديفايدد 7 بقى يديني ايه؟ الفاكتور الثاني. يلا نعمل مالتيبليكيشن، 2 تايمز 7 ايكوال 14، يعني هنكرر ال 7 مرتين. طب ولو كررنا ال 2 7 تايمز يديني برضه 14. يلا نشوف الاكسرسايز ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي فايند الميسنج فاكتور ان اتش تريانجل بيلو، زين رايت الفور نمبرز سنتنس. اتفقنا السنتنس عندي المالتيبليكيشن بكتب 2 سنتنس، والديفيجن بكتب 2 سنتنس عشان نجمع الفاميلي كلها اللي بتربط الفاكتورز مع البرودكت. طب هنا لما الاقي ال 30 فوق والاقي ال 5 هنا، اجيب الفاكتور ده ازاي يا اولاد؟ اجيبه ازاي؟ اقول كده 30 ديفايدد ال 5 يديني مين؟ الفاكتور الثاني. طب اجيبه ازاي؟ نرسمها. لو احنا مش حافظين التيبل نعمل 5 جروبز ونقسم فيهم ال 30 زي ما كنا بنقسم. طب بقى اللي حافظ التيبل هيقول لي ايه؟ هيقول لي تيبل 5 لما كنا بنقول 5 تايمز كام يديني ال 30؟ الشاطر هيقول لي يا مستر انا فاكر ان 5 تايمز ال 6 صح؟ 5 تايمز ال 6 ايكوال 30، يبقى 30 ديفايدد 5 يديني 6، و 30 ديفايدد ال 6 يديني ال 5، وبالمالتيبليكيشن سنتنس سهله هيبقى ال 5 تايمز ال 6 ايكوال 30، وال 6 تايمز ال 5 ايكوال كام؟ ايكوال 30. التو فاكتورز يديني البرودكت. وهقولها تاني يا اولاد، ال 5 تايمز 6 يديني نفس الناتج بتاع ال 6 تايمز ال 5، لما بدل الفاكتورز يديني نفس الناتج لكن المعنى مختلف. 5 تايمز ال 6
يعني انا بقول كده اهو 5 تايمز يعني 5 مرات، يعني ال 6 اتكررت 5 مرات، و6 تايمز ال5 انا بقول كده اهو 6 تايمز يعني 6 مرات، يعني ال5 اتكررت 6 مرات، المعنى مختلف. طب نيجي هنا يا اولاد 24 وعندي هنا 8، يبقى الفاكتور التاني كام؟ مين الشاطر اللي هيقول لي ال 8 لما كنا بنعمل لها تايمز تايمز كام كان يديني ال 24؟ تمام، الشاطر هيقول لي يا مستر تايمز 3، اقول له برافو عليك. ايه بقى العلاقات اللي عندي؟ ال 24 ديفايدد ال 8 هيديني 3، وال 24 ديفايدد ال 3 يديني ال 8. يعني لو قسمنا ال 24 ديفايدد 8 جروبز يديني 3، ولو قسمنا ال 24 ديفايدد 3 جروبز يديني ايه؟ يديني 8. طب يلا مالتيبليكيشن، لو قلنا 8 تايمز 3 لو كررنا ال 3 8 تايمز يديني 24، ولو كررنا ال 8 3 تايمز يديني برضو 24. يلا اللي بعد كده، طبعا دي سهله قوي، 2 تايمز كام يديني 8؟ ها انا عايز بقى اتكلم مع ناس حافظه التيبل عشان نقدر نشرح بسهوله، لما هتحفظوا التيبل الشرح هيبقى سهل. يبقى 2 تايمز ال 4، العلاقه ما بين ال 2 وال 4 لما اعمل لهم مالتيبليكيشن يديني ال 8. طب لما اجي اعمل ديفيجن، ال 8 لما اقسمها على ال 2 يديني ال 4، وال 8 لما اقسمها على ال 4 يديني ال 2. يلا في المالتيبليكيشن، 2 تايمز ال 4 ايكوال 8، و4 تايمز ال 2 يديني برضو ال 8. هنا دي سهله جدا، دي كان تيبل 10، تيبل 10 جميل، اي حاجه اولها 0 بنلاقيها في تيبل 10 على طول، لازم يكون في عندي فيها فاكتور 10. يعني 3 تايمز كام يا مستر؟ 3 تايمز 10 يا اولاد، 3 تايمز 10 يديني ال 30. يبقى انا لو قسمت ال 30 ديفايدد ال 3 يديني 10، ولو قسمنا ال 30 دي ديفايدد ال 10 يديني 3. دول اسمهم ديفيجن سنتنس. يلا نكتب العلاقه بتاعت المالتيبليكيشن سهله، 3 تايمز ال 10 ايكوال البرودكت اللي هو 30، والفاكتور 10 تايمز الفاكتور 3 ايكوال برضه نفس البرودكت 30. يلا نشوف الكومبليت ده، وقبل ما نحله عايزكم تراجعوا التيبل. يلا 4 تايمز كام يديني 12؟ الشاطرين بقى 4 تايمز 3، وبرضك اللي مش شاطرين يحفظوا وهيبقوا شاطرين برضو. ها 2 تايمز كام ايكوال 14؟ تيبل 2. تمام 2 تايمز 7. 3 تايمز كام يديني 27؟ مين حافظ تيبل 3؟ صح 3 تايمز 9. طيب هنا بقى 12 ديفايدد 4 يديني كام؟ مستر احنا مش حافظين الديفيجن. لا ارجع للمالتيبليكيشن التيبلز بتاعتنا، ما ده يعتبر فاكتور، اكني بسالك وبقول لك 4 تايمز كام يديني 12؟ هتقول لي يا مستر 4 تايمز 3، برافو عليك. يبقى ممكن الديفيجن عشان احله ابص على التيبلز اعرف على طول، زي هنا 14 ديفايدد 2 نجيبها ازاي؟ ما نبصش بقى فوق، هنا مش عايزكم تبصوا فوق، نقول ايه؟ نقول يا مستر 2 تايمز ايه يديني 14؟ 2 تايمز ال 7. طيب وهنا 27 ديفايدد 3 نعمل ايه؟ نرجع لتيبل 3 نشوف 3 تايمز كام يديني 27؟ 3 تايمز 9. طيب هنا يلا 7 تايمز كام يديني 21؟ 7 تايمز 3. وعشان كده لو قلنا 21 ديفايدد 7 يديني 3. طب يلا هنا تيبل 6، 6 تايمز كام يديني 54؟ 6 تايمز 9. وعشان كده لو قلنا ال 54 دي لو عملنا لها ديفيجن اوفر ال 6 يديني الفاكتور الثاني اللي هو 9. طيب نيجي نبص هنا، مش هنعمل دي الاول، لو جالي 32 ديفايدد 4 اعمل ايه؟ اروح على تيبل 4 ادور فيه اشوف 4 تايمز كام يديني 32. حبايب الشاطرين اللي حافظين تيبل 4 هيقولوا لي يا مستر 4 تايمز ال 8، اقول له برافو عليك نكتب هنا ال 8، يبقى فعلا 8 تايمز ال 4 ايكوال 32. نيجي نشوف انذر اكسرسايز جميل قوي،
بيقول لي choose which number sentence is not included in the same family. عرفنا يعني ايه كلمة family؟ family يعني علاقة. انا عندي هنا 9 times 4 equal 36، يعني في علاقة ما بين ال 9 وال 4 وال 36. ايه العلاقة دي؟ العلاقة دي ان ال 9 وال 4 لو عملنا لهم times يديني 36، دي علاقة المالتبليكيشن. طب ايه علاقة الديفيجن؟ لو جينا ال 36 قسمناها على ال 4 تديني ال 9، ولو جينا ال 36 قسمناها على ال 9 تديني ال 4. طيب يلا نبص بعينينا ونشوف مين هنا اللي مش تبع العيلة ديت. لما هنيجي نبص واحد يقول لي ايه يا مستر ده، انا شايف هنا 6 و 6 لقينا في 4 و 9، اقول له تمام دول ما لهمش علاقة بالفاميلي، يبقى دول مش من ضمن الايه، مش من ضمن العيلة. المفروض هنا كان يقول لي 36 divided 4 يديني ال 9. طب يلا هنا العلاقة اللي ما بين ال 18 وال 3 وال 6، العلاقة ان ال 3 وال 6 دول فاكتورز، لو عملنا لهم مالتبليكيشن يديني ال 18. طب لما اجي اعمل علاقة الديفيجن اخد ال 18 لو قسمتها على ال 3 يديني 6، ولو قسمتها على ال 6 يديني 3. يبقى انا لما ابص هنا لازم الاقي في كل سنتنس اشوف ال 3 وال 6 وال 18 مين فيهم هنا اللي مختلف. نبص كده بعينينا نلاقي مين، نلاقي ده المختلف اهو، ده هنا عندي ال 9 فاكتور وال 2 فاكتور، يبقى ده مش من ضمن العيلة اللي هي بتاعت ال 3 وال 6 وال 18. طب يلا نبص على الفاميلي دي، عندي 24 divided 6 يديني 4، نفهمها ازاي؟ دول 2 فاكتورز عندي لو عملت لهم مالتبليكيشن يديني ال 24، ولو جيت قسمت ال 24 على واحدة منهم يديني التانية. طب يلا مين هنا اللي بره الفاميلي؟ اه ده هنا في 3 و 8 يبقى ده مش معانا، هو ده اللي نعلم عليه، ده بره الفاميلي. طب يلا ناخد التشالنج. بيقول لي هنا choose the 3 numbers that can make a fact family. اه ده عايزين واحد حافظ التيبل بقى. Then write the 4 related multiplication and division sentence. جميلة قوي. يلا نيجي نبص هنا، عندي ال 4 وعندي ال 6 وال 30 وال 36 وال 9. مين بقى الشاطر اللي يقول لي نعملهم ازاي؟ طبعا واضح ان ال 30 وال 36 ده البرودكت، يعني ده الكبير. يعني لما نيجي نعمل تريانجل كده هنحط الايه، ال 30 فوق او ال 36 فوق. طب لو حطينا ال 30 في حاجه من دول في المالتبليكيشن في التيبلز تديني 30؟ هل تيبل 4 في 30؟ لا. تيبل 6 في 30؟ اه موجود 6 تايمز ال 5، بس انا مش شايف ال 5 هنا، ده هنا في 9. يبقى ناخد بقى المين؟ ال 36. يلا نبص على ال 36. لو قلنا ال 4 وال 6 وال 9، مين الفاكتورز اللي احطهم هنا عشان يدوني 36؟ اللي مذاكرين التبو هيقول يا مستر ال 4 وال 9، 4 تايمز 9 يديني 36. اقول لهم برافو عليكم، يبقى هي دي الفاميلي بتاعتي. يبقى هنختار ال 4 وهنختار ال 9 ونختار معاهم الايه؟ ال 36. يلا نكتب المالتبليكيشن والديفيجن سنتنس، هنقول كده 4 تايمز ال 9 ايكوال كام؟ 36، والعكس 9 تايمز ال 4 ايكوال 36. يلا بقى ناخد البرودكت نقسمه، لو جينا قسمنا ال 36 ديفايدد ال 4 يديني ال 9 اللي يبقى اسمها ايه؟ قلنا ال 9 اسمها ايه؟ اسمها كوشنت. عايزكم تحفظوا الاسم ده، يعني لما نسمع كلمة كوشنت نعرف ان احنا كاتبين ديفيجن سنتنس. وال 36 ديفايدد ال 9 يديني ايه؟ يديني ال 4. يلا الشاطرين اللي هنا، مين اكبر تو نمبرز؟ ال 12 وال 10. يبقى واضح ان التريانجل بتاعي هيبقى عامل ازاي؟ احط فوق يا اما هنا 10 يا اما 12. يلا نبص على النمبرز، ال 12 في تيبل 5؟ لا. في تيبل 9؟ لا. في تيبل 2؟ اه في تيبل 2. 12 2 تايمز كام؟ 2 تايمز 6. نيجي نبص هنا مفيش 6، يبقى مش هينفع نختار ال 12 خالص، يبقى هاخد هنا ال 10. طب ال 10 بيجي من ايه وايه؟ بيجي تمام من 2 تايمز ال 5، يبقى هو ده الفاميلي بتاعي. الفاميلي اللي هنا هاخد ال 2 وال 5 وال 10 اكون بيهم العيله بتاعتي، دول في بينهم وبين بعض علاقه. العلاقة علاقة المالتبليكيشن عبارة عن 2 تايمز ال 5 تديني 10،
او 5 تايمز ال 2 تديني 10. لو كررت ال 5 مرتين يديني ال 10، ولو كررت ال 2 5 تايمز برضو يديني ال 10. ولو خدنا بقى ال 10 كده عملنا لها ديفيجن باي 2 يديني كام؟ تمام يديني 5. وما ننساش ان الديفيجن اللي بيطلع الناتج بنسميه الكوشنت، ولازم نحفظها كاسم ونعرف نكتبها ازاي. ولو جينا ال 10 عملنا لها ديفايدد ال 5 يديني ايه؟ يديني ال 2. طب يلا ناخد اللي بعد كده. عندي هنا هنرسم الترينجل. مين النمبرز الكبيرة؟ ال 40 وال 24. يبقى انا عارف ان البرودكت هحطه فوق هنا، لازم الكبار دول يكونوا البرودكت، هيتحط فوق هنا. نحط بقى ال 40 ولا ال 24؟ طب تعالوا نجرب. لو خدنا ال 24، هل ال 24 يا اولاد في تيبل 8؟ اه يا مستر في تيبل 8. 8 تايمز كام؟ 8 تايمز 3. انا مش شايف هنا 3، مش هعرف اكون الفاميلي. طب هل ال 24 في تيبل 4؟ اه في تيبل 4. 4 تايمز كام؟ 4 تايمز 6. نبص هنا مش لاقيين ال 6، يبقى برضه مش هعرف اكون فاميلي. طب نبص على ال 5، هل ال 24 ممكن اعمل لها ديفيجن باي ال 5؟ لا طبعا مش هينفع، هيبقى عندي في ريميندر. يبقى معنى كده مش هقدر اخد ال 24. يبقى هنلاقي ان ال 40 هي اللي هحطها هنا كده. طيب نيجي نبص بقى، ال 40 موجوده في تيبل 4؟ اه موجوده في تيبل 4. 4 تايمز كام؟ 4 تايمز 10. وانا مش شايف هنا 10، يبقى مش هينفع ناخد ال 4. اه لكن نبص بقى ال 5 وال 8، احنا عارفين من تيبل 5 ان 5 تايمز ال 8 يديني 40. يبقى مين هنا هيكون فاميلي؟ ال 5 وال 8 وال 40. نكتبهم ازاي؟ نكتب ال 40 فوق، ونكتب هنا 5، ونكتب هنا ال 8. ويبقى ال 5 وال 8 اسمهم فاكتور، وال 40 اسمه البرودكت. ولو هعمل ديفيجن هيبقى ال 5 اسمه كوشنت مره، ومره هيبقى ال 8 اسمه كوشنت. يلا نكتب السنتنس. 5 تايمز ال 8 ايكوال 40، و 8 تايمز ال 5 ايكوال 40. ولو خدنا ال 40 قسمناها على 8 جروبز هيديني 5، ولو خدنا ال 40 قسمناها على 5 جروبز يديني 8. وما ننساش اللي بيطلع اسمه الكوشنت. يلا نشوف اللي بعد كده. نعمل الترينجل اهو. هنا عندي 21. ال 21 بتيجي من ايه؟ من 3 تايمز ال 7. انا ما عنديش هنا 7 خالص، يبقى مش هناخد ال 21. طب انا عندي 24، اللي حافظ التيبل هيقول لي يا مستر ال 24 بتيجي من 3 تايمز ال 8، او بتيجي من ال 6 تايمز ال 4. طب انا عندي ال 6 ما عنديش ال 4، يبقى ما عنديش حاجه هنا تبقى فاميلي مع ال 6، لكن عندي ال 3 وال 8 موجوده، يبقى ال 3 وال 8 وال 24 هم الفاميلي بتوعي. طب البرودكت نحطه فين؟ اللي هو الكبير نحطه هنا. والفاكتورز نحطها فين؟ نحط ال 3 هنا ونحط ال 8 هنا. يلا نكتب بقى السنتنس. 3 تايمز ال 8 ايكوال كام؟ ايكوال 24. و 8 تايمز ال 3 ايكوال برضه 24. ولو جينا قسمنا ال 24 ديفايدد 3 يديني ال 8. ولو جينا قسمنا ال 24 ديفايدد ال 8 يديني كام؟ يديني 3. وبكده يا اولاد يبقى خلصنا ليسون 30. ليسون سهل جدا وجميل، بيعرفنا العلاقه ما بين المالتيبليكيشن تيبلز والديفيجن، وعرفنا ازاي نستعمل المالتيبليكيشن تيبل في عمليه الديفيجن. طيب ايه هو بقى الهوم ورك بتاعنا؟ الهوم ورك بتاعنا نحفظ التيبلز كويس من اول تيبل 2 لحد تيبل 8، ونسمعها لوحدينا كويس. طول ما انت قاعد كده اقعد قرر في التيبل. لو حفظتوا يا اولاد التيبل كويس هتبقوا شاطرين قوي قوي في الماثيماتكس. يلا وبالتوفيق ان شاء الله.